التور دلوقتي بقى فيها كورنيش رائع، بقى فيها حاجه اسمها مقصد العائله، الناس بتطلع دلوقتي تقعد على الكورنيش، وعامل لهم رستورانات ومعمل لهم مسرح كبير، كل دي جهود ذاتيه. معمول 30/6 المكان اللي هو اللي كان مع المحلات وبتاع، بعد ما كانت الناس في التور ما فيش لاقي حاجه تعملها بعد الظهر، دلوقتي لا، بيطلعوا بيسهروا بيقعدوا الوقت متاخر، ولا فرق بينهم وبين اي مدينه في مصر. بالعكس، الشوارع اترصفت، الشوارع تم تغييرها، اعدادها كويس، كورنيش كله تم رصفه وتجهيزه واعداده بما يليق. جامعه على ارض التور، جامعه الملك سلمان، 3 اقسام، 3 افرع، فرع في شرم الشيخ وفرع في التور وفرع في راس سدر. طبعا ولادنا دلوقتي بيدرسوا، دي السنه الثالثه خلصت، داخلين في الرابعه. الجميل في كده ان انا بعمل حاليا جامعه حكوميه في بورديس، جامعه حكوميه يعني تجاره وعلوم وتربيه، دول حكومي يعني بمصاريف بسيطه، انما الاهليه بمصروفات غير قابله للربح، مصروف الكورس اللي بيدفعه وبيحضره. الجديده بقى الحكوميه دي بقى هتبقى بثمن الطالب اللي بيدفعه في الجامعات الحكوميه، مش كتير، فعشان خاطر برضو ناكد ان ولادنا يتعلموا احسن تعليم. طب التعليم، نتكلم التعليم كان بكده رايح فين. التعليم كان الولاد بينزلوا مصر او بيروحوا الزقازيق او بيروحوا اسماعيليه او بيروحوا السويشن يتعلموا، ناهيك طبعا عن المصاريف، ناهيك عن طبعا بعدهم عن اهاليهم وقلق اهاليهم عليهم، ثم الخوف من تجنيدهم في اتجاهات اخرى وهكذا. لا، انا دلوقتي بقوا معايا بيتعلموا عندي وفي وسط اهاليهم،